الكرة بتعود إلى فواز، عادت إلى أنجلو. هل شاهدتم هجمة من الجهة اليسرى؟ كل الضغط من هذه الجهة. الله الله، هدف الجولة يا أحمد يا أحمد يا أحمد، والله هدف بالعقل، هدف بالعقل. الغامدي يسجل الهدف الثاني، ما أجمل هذا الهدف يا أحمد، ما أحلى هذه الكرة يا غامدي، هدف تحتفظ به للذكرى وفي الأرشيف، هدف سيبقى مدون دائما في ذاكرة محبي الاتحاد. ياهو هدف يا أحمد، ما سجل إلا هدف وحيد هذا الموسم، كان جميلا أمام الفتح والآن يسجل أجمل منه أحمد. إذا سجل لا يسجل إلا الأهداف الجميلة. الله على الأناقة، الله على الهدوء، الله على الركادة، الله على هذه الضربة، على هذا الهدف، على هذا الجمال.